بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الطلبات كلية الطب في كل مكان، طلاب الفرقة الأولى طب بشري نظام حديث، أهلا بيكم في استكمال فيديوهات اوفر فيو اوف ذا ابر ليمب. وكنا بدأنا نتكلم على الريجونز المختلفة اوف ذا ابر ليمب، وخدنا في الفيديو اللي فات البيكتورال ريجون، واتكلمنا على سبيشال ايتم من ذا بيكتورال ريجون اللي هو البريست او الماماري جلاند. هنتكلم في الفيديو ده عن اذر ريجون وهي الباك ريجون او منطقة الباك اللي ليها علاقة بالابر ليمب، مش منطقة الباك اللي ليها علاقة بالفرتبرال كولوم، على أساس إن الفرتبرال كولوم له منطقة كبيرة جدا اسمها باك ماسلز، مش هتبقى محل كلامنا في الفيديو ده، ولكن إحنا هنتكلم عن الباك الذي له علاقة بالأبر ليمب، يعني ماسلز أوف ذا باك التي لها علاقة بالأبر ليمب. هيبقى معاكم بالشرح والتوضيح زي ما أنتم متعودين دكتور أحمد فريد مدرس الأناتومي والبيولوجي في كلية الطب جامعة عين شمس. إن شاء الله يبقى فيديو قصير وظريف ويسهل لكم منطقة العضلات اللي موجودة في المنطقة دي. Muscles of the back region لازم نديها تعريف. زي ما انت شايف دي صورة واحد من الخلف، زي ما انت شايف النص الأيسر من جسمه انا سايب عضلات الباك كلها تقريبا، النص الأيمن عملت dissection للسوبرفيشال muscles عشان يبان مين اللي مستخبي تحتها. طيب يبقى احنا كده باصين على الشخص ده من الخلف، فقال لك عضلات الباك هي العضلات التي تعمل على connection of the upper limb to the vertebral column، يعني كل العضلات اللي انا هقولها في السلايد دي يتميز او يتوفر فيها شرط ان هي خارجه من الفيرتبرال كولوم ورايحه تمسك في عظام الابر ليمب. امال الفيديو اللي فات بتاع البيكتورال ماسلز كانت البيكتورال ماسلز بتوصل الابر ليمب بايه؟ برافو عليكم، كانت بتعمل كونكشن اوف ذا ابر ليمب تو ذا ثوراسيك وول، لكن دي ماسلز اوف ذا باك بتعمل كونكشن اوف ذا ابر ليمب تو ذا فيرتبرال كولوم من الخلف. طبعا زي ما انت شايف عندي أول لاير فيهم أو أول طبقة تعتبر superficial layer، هذه superficial layer تحتوي على عضلتين كبار two large muscles، أول واحدة فيهم هي الترابيزيوس أو الترابيز، أول واحدة فيهم هي الترابيزيوس أو الترابيز زي ما أنت شايف، هي عبارة عن triangular muscle covering the back of the neck، يعني مغطية ال back of the neck في منطقة القفا كده، ومغطية كمان ال upper part of the back region بصفة عامة، كل دي اسمها ترابيزيوس. زي ما انت شايف طالعه من السكال ومن الفيرتبرال كولوم لحد ليفل معين ورايحه تمسك زي ما انت شايف في الاسكابيولا والكلافيكل كمان. طيب يبقى دي اسمها ترابيزيوس ماسل. سموها ليه ترابيزيوس؟ علشان هي وزميلتها اللي موجوده الناحيه الثانيه الاثنين مع بعض بيعملوا ترابيزيوم كبير، هنتفرج عليه دلوقتي في شخص من الاشخاص الرياضيين عشان نفهم يعني ايه ترابيزيوس وليه سموها كده، او باللغه الدارجه هي الترابيز ترابيزيوس. العضلة التانية اللي موجودة في السوبرفيشال لير المفروض انها تكون لارج برضو، اسمها لاتيسمس دورساي. لاتيسمس دورساي عضلة الظهر العريضة، لاتيسمس دورساي having wide origin from the back، كل ده origin ليها وطالعة كمان من عظام البلفس كمان من الهيب بون، ورايحة تلم نفسها زي ما انت شايف عشان تعمل insertion في نارو اريا جدا موجودة في الهيومرس، كل دي اسمها لاتيسمس دورساي، او باللغه الدارجه لو الناس الشباب اللي بيسمعوني بيحبوا يروحوا الجيم وكده دي اسمها الماجنس، عضله اللات او عضله الظهر او الماجنس لاتيسمس دورساي، وهي دي اللي بتبقى ديفلوبد قوي وبتبقى موجوده في الناس الرياضيين في المنطقه دي، فتلاقيه وهو ماشي غصب عنه دراعه مش قافل قوي على جسمه، تلاقي دراعه مرفوع لبره شويه كده. تمام، طبعا ده في الناس الرياضيين اللي عندهم اصلا العضله كبيره، مش عند الشباب المتحمس اللي هو بيروح مثلا الجيم اول مره ولا حاجه وبعدين تلاقيه طالع بقى من الجيم ايه رافع دراعاته كده، لا ارفع دراعاتك عادي خالص، بس لما اللاتيسمس دورساي بتاعتك تبقى مليانه ويبقى رفع دراعك دي غصب عنك بعيد عن جسمك. ماشي يا شباب، يبقى ادي السوبرفيشال لاير اسمها ترابيزيوس اند لاتيسمس دورساي، يتميزوا الاثنين ان هم عضلتين كبار ليهم وايد اوريجن وبيلموا نفسهم في انسرشن ضيق. تمام، طيب عملنا ديسكشن على الناحيه اليمين في الراجل ده من ورا للترابيزيس، قشرنا الترابيزيس شلناها، لقينا ديب لاير اوف ماسلز اوف ذا باك وهي مجموعه من ثلاث عضلات صغيره ثري سمول ماسلز كونكتنج ذا سكابولا تو ذا فيرتبرال كولوم، يعني ثلاث عضلات صغنطتين زي ما انت شايف طالعين من الفيرتبرال كولوم من ورا زي ما انت شايف كده ورايحين يعلقوا السكابولا في الفيرتبرال كولوم، يعني رايحين يمسكوا في الميديال بوردر اوف ذا سكابولا من الخلف زي ما انت شايف كده. اول واحده فيهم اسمها ليفيتور سكابولي، ليه سميناها كده؟ لانها بالعقل كده جايه من فوق ورايحه تمسك في السكابولا، فلو عملت اكشن
هتشد الاسكابولا لفوق، يعني هتخلي الاسكابولا تعمل اليفيشن زي ما ترفع كتفك كده، اليفيشن اوف ذا شولدر، فعشان كده سموه ليفيتور سكابيلي، يعني العضله التي تعمل على رفع الاسكابولا. العضله اللي بعدها اسمها رومبويد ماينور، رومبويد ماينور اهي، على اساس ان العضله دي عامله شبه المعين الاسترتشد كده، شبه علامه الرينول استرتشد، كانها شكل رباعي استرتشد رومبويد ورفيعه، فسموها رومبويد ماينور. زميلتها اللي تحتها دي شكل معين اهو، علامه الرينو اهي شايفينها، علامه رينو مائله، او كده بنعمل اعلانات وهيعملوا لنا مشكله في الفيديو، ما علينا. رومبويد شيب او شكل معين هندسي مائل اهو، بس كبيره اكبر من زميلتها اللي فوق، هيبقى اسمها رومبويد ميجور. يبقى اذا عضلات الباك بمنتهى البساطه هم خمس عضلات حطيناهم في المايند ماب اللي قدامك دي، عضلتين موجودين في السوبرفيشال لاير مغطيين كل الباك من اول السكال لحد الايلياك بوم من تحت، واحده فوق اسمها تراينجولر اسمها ترابيزيوس، واللي بعدها اسمها لاتيسموس دورساي. قشرنا الترابيزيوس اللي كانت مغطيه القفا من ورا وكانت مغطيه الابر بارت اوف ذا باك، لقينا تحتها ثلاث عضلات تصل الفيرتبرال كولوم بالميديال بوردر اوف ذا سكابيولا، سمينا اللي فوق خالص ليفيتور سكابيلي، اللي تحتها رومبويد ماينور، اللي تحتها رومبويد ميجور. وتعالوا نتفرج على شخص في الجيم وهو بيمرن العضلات دي ونشوف شكلها بيبقى عامل ازاي تحت الجلد. اهو بص معايا كده، شايف العضله اللي انا بشاور لك عليها دي؟ دي العضله اليمين اهي، ودي العضله الشمال، الاثنين مع بعض عملوا ترابيزيوم كبير خالص. يبقى مين دولت؟ برافو عليك، دي الترابيزيوس اليمين والشمال مع بعض اتجمعوا مع بعض فعملوا لارج ترابيزيوم، عشان كده سميناها ترابيزيوس. كويس. طب شايف اللي تحتها دي؟ شايف دي كده اهي 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 اهي، مين دي اللي انا ماشي عليها دي؟ برافو، دي لاتيسموس دورساي اللي فعلا رايحه تلف عشان تمسك في الهيومرس، فبتبقى وارمه من المنطقه دي مع عضلات الاسكابيولار ريجون كمان، فتلاقي الراجل ده لو نزل دراعاته كده وحط دراعاته جنبه هتلاقي غصب عنه دراعه بعيد شويه عن جسمه بسبب الهايبرتروفي او التضخم اللي في العضله. يبقى مين دي؟ لاتيسموس دورساي. وطبعا ديب تو لاتيسموس دورساي وديب تو ترابيزيوس، في عضلات ثانيه اللي هي العمودين اللي على جانبي العمود الفقري، دول هم دول ساعتها اللي اسمهم ريال ماسلز اوف ذا باك، بس عشان ما لهمش علاقه بالابر ليم، دي عباره عن عضلات ماسكه الفقرات في بعضها، فانا ما درستهاش النهارده. انا النهارده درست جزء من عضلات الباك، وباكد على المعلومه دي عشان مهمه جدا، جزء من عضلات الباك الذي يصل العمود الفقري بالابر ليم. السوبرفيشال لاير كانت ترابيزيوس ولاتيسموس دورساي، الديب لاير كانوا ثلاث عضلات صغننين كده، ليفيتور سكابيولي ورومبودس ماينور ورومبودس ميجور، كانوا مستخبيين تحت الترابيزس اللي انت شايفها قدامك دي. وكده يبقى خلصنا عضلات الباك وعملنا لهم انيوميريشن وعرفنا هما بيوصلوا كده. احنا وصلنا الابر لمب من قدام بالثوراسيك وول، ووصلنا الابر لمب من ورا بالفيرتبرال كولوم. في المناطق الجايه ان شاء الله او الريجونز الجايه هنتكلم بقى عن مجموعات من العضلات بتوصل عظام الابر لمب ببعضها. بقى احنا كده خلاص علقنا الابر لمب في الاكزال سكيلتون بالكلافيكل وبالسكابولا اللي سميناها شولدر جيردل، وقمنا معلقين الابر لمب بعضلات من قدام اسمها البيكتورال ماسلز، وعلقناه بالفيرتبرال كولوم بعضلات من ورا اسمها الباك ماسلز. هنتكلم في الريجونز الجايه ان شاء الله بقى عن الشولدر ريجون والارم والفور ارم، الى ان نلتقي في هذه الريجونز. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.